إذا سويت شيء وأنا من نفسك المساعدة صورني وأني كل شيء بنابل. لحق يا ولد، الطشة بالعراق صارت الفلسين ونص، إذا تيد الطش صلخ نفسك واطلع وانشر الفيديو. قول واحد هددني ونشرني على غرار فاطمة الخالد واللي صار وياها وناس قالوا انه هي سوته. طلعنا واحد اسمه ماجد كلكور ما اعرف شنو اسمه يبكي ويقول واحد من المنصور خطفني بحجة دا صور الاعلان على اساس هو مشهور عود وصورني. ورا يومين طلع قال انحلت المشكلة. الفكرة بالموضوع شاف انه فاطمة الخالد اشتهت وطشت ومن 700 وصلت مليون، قال خلاني هم اسوي هذا الشيء. خويا انت من يصورك؟ خويا انت منو يبتزك؟ من يهددك؟ يعني وجهك هذا قدامي استحباه عليه، فكيف ما مصلى؟ خلنا نسمع ونشوف وياكم. اتمنى ما حد يتشمت. انا يوم تأذيت وانخطفت من قبل شخص ابتزني، قال لي بحساب عندي اعلان دا اسوي يمك، وانا وثقت بي وظل يكتب محادثات لحد ما رحت ببيتهم. يعني تقريبا بالموقع حنشر الفيديوهات وراح انشر كل شيء اذا سويت شيء، وانا من نفسكم مساعده.